المخاوف من احتمال توسع رقعة التلوث البحري في سواحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد تسرب لمادة المازوت من سفينة جنحت على الشاطئ. وشكل الأهالي لجان الطوارئ شعبية لمحاولة احتواء الأزمة، بينما قالت السلطات إنها تبذل جهودا مضنية لمنع استمرار التسرب. ساحل المكلا بمحافظة حضرموت وقد تلوث جزء كبير منه بالمازوت المتسرب من هذه السفينة. السفينة يملكها رجل أعمال يمني متعاقد مع الحكومة لتزويد محطات كهربائية بالمازوت، وجنحت قبل أيام لأسباب فنية، وهي محملة بما يزيد عن 4000 طن من المازوت، وسرعان ما بدأ يتسرب فلوث الماء والحجر والهواء في منطقة تعج بالسكان ويعتمد عشرات الآلاف منهم على مهنة الصيد. عصفور دي قالوا أمراض، يعني انتشرت أمراض حتى في الأسماك، يعني تقدر تفسد تخريب السوق، ما حد يشتروا منه، يقول لك من صيد من بحر المكلا كله سام. دائرة الخطر المحتمل على الناس والبيئة يبدو أنها تتسع على امتداد البصر، لا سيما في ظل الجهود المحدودة لاحتواء الأزمة، مثل محاولة إفراغ السفينة من المازوت على هذا النحو المتواضع. مطلوب من الدولة إسراع إرفع هذه، تجيبون شركة عالمية، نحن نعرف نشوف في التلفزيون، نشوف أن هذا يوم يحصل في مكان في شركة. المفارقة تتجلى في اعتراف الجهات الحكومية المعنية بعدم حصول السفينة على أي تصريح بالملاحة، ومع ذلك أبحرت من عدن دون رقابة. لا توجد لها تصريح، وتم إيقاف السفينة هذه ورفعت عليها أكثر من 25 مخالفة مسبقا، لكن مش عارفين احنا أي السبب اللي خلتها تشحن في عدن وتنزل. يخشى السكان من احتمال انتشار أمراض وأوبئة، ويشعرون بالغضب تجاه الجهات المسؤولة، ويرون أنها تستخف بحياة الناس. يوم يومان ثلاثة أربعة بل أكثر من ذلك، والأهالي ينتظرون إعلان السلطات حالة الطوارئ لمواجهة التلوث، لكن ذلك لم يحدث، مما يندر باحتمال اتساع رقعة التلوث أمدا طويلة. حمد البكاري، الجزيرة، من ساحل المكلا بمحافظة حضرموت. جولتنا